أصدقائي الكرام، يسعد أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو رح نطرح عليكم أسئلة عواصم. شو هي عاصمة المغرب؟ شو عاصمة موريتانيا؟ شو عاصمة السعودية؟ تابعونا أصدقائي وخلينا نشوف كيف معلوماتك العامة الثقافية. والله وصلت يعني معلم زيادة. سمعان بموريتانيا؟ إيه طبعا. شو عاصمتها؟ عاصمة موريتانيا؟ والله يعني ما عندي فكرة عن الجغرافيا، بس موريتانيا انا بعرف افريقيا. ايوه. ايه شو عاصمتها؟ والله يعني عاصمتها واشنطن ولا نواكشوط؟ والله انا بعرف انا سمعوا لي جبريل دي حافر. موريتانيا عاصمة العراق؟ والله انا امي حتى لو امي، بس العراق هي جارة لسوريا، لازم نعرف عاصمتها. والله ما بعرف. طيب عاصمة السعودية؟ هايدي. طيب بالسعودية في مدينتين لهم رمزية عند المسلمين كتير كبيرة. المدينة المنورة. أيوة. وبيت الله الحرام. بيت الله الحرام. المكة المكرمة. المكة السعودية. الرياض. الرياض. إيه تفضل. المغرب. في شيء إن شاء الله فيه غير كذا يعني. إيه في. إيه تفضل. ناطق شيء. $500. تابعونا. تابعونا. شو عاصمة الرباط؟ الرباط؟ والله ما عندي فكرة. حظ أوفر. ما في شيء؟ في رسالة ما في. شو عاصمة موريتانيا؟ ما بتعرف؟ موريتانيا؟ لا، العاصمة. طيب شو عاصمة السعودية؟ الرياض. شو عاصمة المغرب؟ المغرب؟ أيوة. بأسرع. خمسة شباب عزمت. برافو. يوسف، شو عاصمة السعودية؟ الرياض ولا الرباط؟ الرياض. لا تخجل، خليك هيك قوي. طيب شو عاصمة موريتانيا؟ نعم، موريتانيا في دولة اسمها موريتانيا. شو عاصمتها؟ طيب خذ هالمعلومة هي. نواقش. مرحبا عمو. عمو شو اسمك؟ محمد. شو عاصمة سوريا؟ شو صف ايش انت؟ صف ثالث. شو عاصمة سوريا عمو؟ والله انا ما بعرف سوريا ابدا. معقول واحد يعني دولته وبلده ما بيعرف شو عاصمته؟ طيب عاصمة سوريا ديب اب نادر. شو عاصمة موريتانيا؟ طيب نعطيك احتمالات، لا تستسلم. واشنطن ولا نواكشوط؟ نواكشوط. نواكشوط. واشنطن عاصمة أي دولة؟ أمريكا. أمريكا. شو عاصمة السعودية؟ رياض. الرياض. بالسعودية في مدينتين لهم رمزية كتير كبيرة عند المسلمين، تعرف شو هن؟ مكة والمدينة. حجيت شيء؟ لسه ما شاء الله. الله كريم. الله كريم. إن شاء الله. إن شاء الله صحبة. إن شاء الله. السعودية. الرياض. المغرب. قريبة من الرياض. الرباط. ما شاء الله. موريتانيا. موريتانيا. شو عاصمتها؟ لا مو موريتانيا. طيب واشنطن ولا نواكشوط؟ طبعا نواكشوط. واشنطن عاصمة أي دولة؟ السلام عليكم. دعاء محطة روسيا. مرحبا فيك. تعرف عليك؟ محمد. بركات. أخ محمد، كيف معلوماتك العامة؟ والله عادية يعني. كويسة؟ يعني. شو عاصمة موريتانيا؟ نفس موريتانيا. لا. والله. طيب، مين في هون؟ مرحبا حبيبنا. شو عاصمة المغرب؟ المغرب. لا. المغرب الرباط. 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 شو عاصمة السعودية؟ الرياض. عاصمة موريتانيا؟ نواكشوط ولا واشنطن؟ نواكشوط. 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 عاصمة المغرب الرباط. شو عاصمة المغرب؟ الرباط. الرباط. شو عاصمة أمريكا؟ واشنطن. واشنطن. طيب في دولة عاصمتها قريبة كحروف من واشنطن، تعرف شو هي الدولة؟
راح اقول لك عليها. موريتانيا. شو عاصمتها؟ دمشق. نواب شو؟ حلو. شو دارس؟ تاسع. الله يعطيك العافيه. موريتانيا. الحق سبحانه وتعالى جعل هذا الامر في تمحيص واشنطن ولا نواكشوط؟ تمحيص الزمن انك خالفت. لهون أصدقائي الكرام كنا وصلنا لنهاية الفيديو. الجواب كان عاصمة موريتانيا نواكشوط، عاصمة المغرب الرباط، عاصمة السعودية الرياض. أصدقائي الكرام لا تنسونا من الاشتراك وتفعيل زر الجرس. سلام.